بتاعتنا هي في حاجه بتبص عليها من الصعيد بص فين بالظبط لو مرات مش هتقدر تقول اللي مكانها هو انا اعرفها ساعتها شو يا باشا هو بص نوزع نفسنا اساس انا كنت ابويا ما دي كانت بتسقي هوا بيسقط مهارات فن هو ده الدش انا ابويا انا كان دش كده امال الثانيه من المصطفى صاروت حاجه اللي فيها بعد كده هو علاء علاء كلم مين يا علاء هل مين بقى ضمن اللي جايين فيها ولا هل بقى صباح هل معتصمين ما تعرفش صح بالذات الشارع بعد كهرباء قطع يلا طب نكمل الجامع ونطلع على المستشفى شكرا يا ياسر جه ياسر خلاص يا ياسر ده برضو مكسور ده في الخزنه المقفوله المكسور الخزنه جوه هنا وفي خزنه لا ده هنا بص ليه دي العياده ده الحمامات نعم ماشي هنا بص حضرتك فين دي تلاجة دي بالظبط هنا كان في مخزن بتاع رز وحاجات زي كده يعني لو خدوا رز ولا بتاع مش طبعا عايز حضرتك شوف معلش بس اتفضل اتفضل
وده ايه ده؟ نعم ده ايه ده؟ ده دي اوض لازم ده اوض معاك مفتاحها؟ ابعت لك دلوقتي معلش يا رشاد رشاد تعالى هاتي لي خلي حسين يجيب المفاتيح بتاع اوضته اوان بس خليه يسيب اللي في ايده ويجيب مفاتيحه ايه الاوض ده بتاع محفظه الاميه ومخازن شركه قديمه لا لا دي ما فيهاش حاجه خالص سليم سليم كنا بنشوم فيها الكراسي اللي بلاقيها نعرف نسحبها منها طيب بناخدها طيب. طيب. انا جاي طالع معاك ماشي يا فندم ماشي لا احنا قدامنا الاربع اوض برضه لو كان متاح نبص عليهم متاح يا فندم طيب خد لك حاجه دي اوضه رز وسكر بتاع شقه رمضان ماشي هنا هنا نعم هطلعنا هنا القهوه ونقعد براحتنا ونتكلم اتفضل معلش انا ما اعرفش مين اللي تبعكم ومين اللي مش تبعكم اللي مش تبعكم ما يبقاش معانا عشان ما فيش حد معانا لا احنا كل انا فاضي المدخل تمام في بقى اشواق كبيره اوكي المرافق تجين بتاع يعني اذا كان عايزين
جابوا السلاح ده راح فين؟ ايه ده؟ راح فين؟ يقول المساجد. طيب. اه ما العربيتان على كل ايه؟ ودي احمد ابراهيم.